أيام مرت على استشهاد سحنون الجهري في 26 من جانفي 95 و900 وألف. في الإطار احتضنت منوبة لقاء شعبي جمع أسرة الشهيد بعدد من رفاقه وأسرته الموسعة. اللقاء حضره رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، وقد تدخل خلاله رفاق الجهري بينهم القيادي في الحركة لطفي زيتون ورفيق عبد السلام، حيث كان من مؤسسي الاتحاد العام التونسي للطلبة رفقة الشهيد. الحاضرون قدموا نبذة عن حياة الشهيد سحنون الجهري الذي كان ناشطا سياسيا وحقوقيا وكشفيا وداعيا وإعلاميا، وقد أجمع رفاقه على شمولية الرجل مما يبعث برسالة للأجيال الحاضرة. أجواء الشهادة التي عمت اللقاء أوجزها رئيس حركة النهضة في أجواء الفرح، وذلك بشهادة القرآن. هو ماهوش من جيلنا نحن، هو الجيل الثاني من الحركة الله يرحمه. أنا سمعت عليه ونحن في السجن أنه كان من بين من هاجر في أول محنة، هي محنة 81. أجواء الشهادة ليست أجواء حزن، أجواء الشهادة أجواء فرح، لأن الشهادة هي انتصار، هي انتصار على النفس عن الهوى. فرحين بما أتاهم واستبشروا بفرح واستبشار، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. ربنا يتخير من عباده الصالحين من يتقدم ليحدث اختراقات في ميزان القوى، ويقول بأن رفع الرأس مازال ممكن وأن من المؤمنين رجال. كذلك الشهيد حي في الدنيا بفضل دمائه التي سفكت بسابق العمد والترصد، وقد طالب رئيس الحركة بعرض ملفه على العدالة الانتقالية. أما بمنطق الدنيا فهم أحياء أيضا بمنطق الدنيا، لأن القضية التي عاشوا من أجلها كأنهم سكبوا في شرايينها دماءهم، بل اكتسبت حياة جديدة لدمائهم. الرواية التي كنا نسمعها الآن صريحة بأن هناك عملية قتل، بأن هناك تعمد لقتله، وهذا ينبغي أن يعرض بالعدالة الانتقالية. مش مات تحت التعذيب، لأنه الموت تحت التعذيب جريمة، ولكن جريمة أكبر واختلم الدويش تعذبوا ثم تمنعوا عنه الدواء وتمنعوا عنه الدم، هذه قتل. شهادة الحاضرين وشهادة سحنون الجهري تعدان انتصارا للمظلومة، مما مهد الطريق للثورة ومما سيمهد لاستمرار حمل المشعل في سبيل تونس متقدمة. اللي خلف البيت ما مات، هذا خلف حركة وراءه، خلف أسرة كريمة، وخلف وراءه حركة منتصرة سيظل يتفجر بالخيرات إلى يوم القيامة إن شاء الله. اللهم ارحم سحنون رحمه واسعه، واكتبه في عليين، واكتبه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا.